تبقى للقضاء بيد المالكي هذه البدعة التي أشاعوها. إيش يلتزم مثلا المالكي اللي يلتزم عودة فلان؟ شو أسوي الآن؟ أكثر من أنه أحدد له موعد بالمحكمة مرافعة ويجي بالطيارة للمطار أجيبه بسيارة تسلم المحكمة، أكثر من هذا ترى ماكو، ما يقدر واحد يتصرف. أخاف يقول لك واحد والله جابوهم واشتغلوا لهم وسووا لهم. قلت له هذا يريد يسافر الأخ طارق الهاشمي، شنو حكمه؟ قال وين يسافر؟ إذا خارج العراق ما يجوز، ممنوع يسافر. قلت له لا سافر إلى كردستان. قال كردستان تعتبر جزء من العراق مو ممنوع. قلت لهم اتركوه. مو أكثر من حددوا لهم موعد بالمحكمة وجابوهم من المطار بسيارة وصلوهم للمحكمة، أنا أدري بيه ما راح يرجع. هذا مو جريمة، هذا سياق قانوني قضائي. رجعوا الحكومة العراقية كون هي ترجعهم وتجيبهم، هسه هم أجوا برجليهم، إحنا أخذناهم وفتحنا عليهم ملفات، القضاء فتح الملفات وانتهت القضية.